بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبناء وحبايبي ومتابعين الأفاضل من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام أبو أنس على قناتكم المعالي في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. في صندوق الوصف تجدون روابط جميع دروس اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية ورابط قناتنا على التليجرام وأيضا جروب 5 على التليجرام لتلقي واجبات طلابنا بالإضافة إلى أسئلتكم واستفساراتكم. لكن فضلا أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد، ومشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فالدال على الخير كفاعلة. يلا بنا يا أبطال نذهب إلى درسنا، ويا ترى معانا درس ايه؟ نحن الان في المحور الرابع بعنوان مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي. الموضوع الاول دعوة للاحترام. درسنا بعنوان القواعد الاملائية كتابة الهمزة المتوسطة على الواو. في الترم الاول يا حبيبي اخذنا خطوات كتابة الهمزة المتوسطة كلها، وبعد كده اخذنا في الترم الثاني كتابة الهمزة المتوسطة على الألف وكتابة الهمزة المتوسطة على الياء، وفي هذا الفيديو إن شاء الله هناخد كتابة الهمزة المتوسطة على الواو، ويتبقى لنا كتابة الهمزة المتوسطة على السطر ناخدها لاحقا إن شاء الله تعالى. هنتذكر مع بعض أول حاجة خطوات كتابة الهمزة المتوسطة اللي احنا أخذناها قبل ذلك. كم خطوة؟ 4 خطوات. فهمك وحفظك للخطوات دي هيريحك كتير جدا جدا في كتابة الهمزة المتوسطة، لان احنا عرفنا انها ايه الهمزة المتوسطة من دروس الاملاء يعني القوية الشديدة شوية اللي محتاجة منا تركيز يا ابطال. طيب رقم 1 ايه؟ تحديد حركة الهمزة. يلا قول معايا ما تسكتش، عايزك كده وانا بشرح تعمل ايه، ردد الخطوات دي او اي قاعدة احنا نقولها جديد لازم ترددها. يبقى تحديد حركة الهمزة. 2 تحديد حركة الحرف الذي قبل الهمزة. 3 تحديد أقوى الحركتين. 4 اختيار الشكل المناسب للحركة الأقوى. طبعا في البداية كنا بنقعد نقول ايه، انزل بعين اليمنى لحركة ما قبل الهمزة وعين اليسرى الى حركة الهمزة. لا، ما احنا خلاص بقى اتعلمنا وكبرنا وفهمنا القاعدة، فبنبدأ ايه نختصرها علشان نقدر نفهمها بشكل اعمق. يلا رقم 1 تحديد حركة الهمزة، احدد الهمزة عليها ايه، حركة الحرف الذي قبل الهمزة، الحرف اللي قبل الهمزة عليها ايه، تحديد اقوى الحركتين مين فيهم القوية، اختيار الشكل المناسب لحركة الاقوى. طيب يلا حبايبي نقول ترتيب الحركات بالاقوى. اقوى الحركات هي ايه؟ الكسرة، ثانيا الضمة، ثالثا الفتحة، وطبعا اخر حاجة السكون، والسكون علامة وليست حركة. يلا نقول بقى الشكل المناسب لها ايه؟ اولا الكسرة، والمناسب لها هي الهمزة على نبرة. يعني ايه؟ يعني لو لقيت اقوى الحركتين موجود فيها الكسرة يبقى الهمزة نكتبها على ايه؟ على النبرة. تمام؟ طيب بعد كده ايه؟ الضمة. الضمة يناسبها ايه؟ يناسبها الهمزة على الواو. يبقى الضمة هي دائما الاقوى الا في وجود الكسرة. رقم 3 عندنا ايه؟ الفتحة. الفتحة ويناسبها الهمزة على الألف. تمام يا حبيبي؟ يلا بقى مع بعض نروح لحالات كتابة الهمزة المتوسطة على الواو. لو انت كده بدأت تخمن هتلاقي عندك ايه 5 حالات. اهم حاجة ان يكون كل الحالات فيها ضمة، كل الحالات فيها ايه ضمة. تمام؟ وما يكونش فيها كسرة نهائي. ليه؟ لان لو فيها كسرة الكسرة هي الاقوى فهتختار الشكل على النبرة. طب يلا كده نشوف بقى بالتفصيل عندنا ايه. 1 اذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم. يوجد ضمة اهي، والضمة اقوى من الفتح. مثال زي ايه كده؟ مثلا مثال لما اقول مؤلف سؤال، ها الميم مضمومة، الهمزة مفتوحة، السين مضمومة، الهمزة مفتوحة، الضمة اقوى من الفتح. يبقى دي كده اول حالة. طيب الحالة التانية عندنا ايه؟ إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم. في ضمة كمان، لكن الضمة معها إيه؟ معها سكون. الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم. مثال لما أقول لك مؤمن
رؤية الهمزة ساكنة والميم مضمومة، رؤية الهمزة ساكنة والراء مضمومة، الضم أقوى من السكون، تكتب الهمزة على الواو. رقم ثلاثة عندنا إيه؟ إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن، كده بقى هنغيره، الهمزة إيه؟ مضمومة عليها ضمة وقبلها ساكن، من الأقوى الضمة زي ما قلنا، يبقى زي مثلا إيه؟ تفاؤل، تشاؤم. حد هيقول لنا فين السكون؟ إحنا يا حبايبي في دروس النحو والإملاء بنقول على المد بنقول عليه ساكن، حرف المد بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه ساكن، تمام؟ يبقى تفاؤل وتشاؤم. طيب رقم أربعة يا حبايبي، إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح، مثال إيه؟ لما يكون عندي مثلا كلمة رؤوف، رؤوم، رؤوف ورؤوم، لاحظ كده معايا الراء عليها فتحة، الهمزة عليها ضمة، والضم أقوى من الفتحة. رقم خمسة إيه؟ إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم، الهمزة ضمة واللي قبلها ضمة. طيب يبقى إذن الضمة يناسبها إيه؟ الهمزة على الواو. يبقى مثال لما أقول لك شؤون كؤوس، شؤون كؤوس، الهمزة مضمومة وقبلها مضموم، كؤوس الهمزة مضمومة وقبلها مضموم. ولكن يا حبيبي هنا في مشكلة عايزين ناخد بالنا منها كويس جدا جدا، لو احنا ركزنا مع بعض هنلاقي الهمزة على واو وبعدها مد بالواو، همزة على واو وبعدها مد بالواو، همزة على واو وبعدها مد بالواو، همزة على واو وبعدها مد بالواو، ده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه توالي المتشابهين، توالي متشابهين مع بعض، تمام؟ إذا توالى المتشابهان لازم نتخلص من شكل الهمزة على الواو، لازم نتخلص من شكل الهمزة على الواو، نعملها إيه؟ نعملها أي شكل تاني، همزة على السطر أو همزة على نبرة. تعالوا نقول كده انتبه، بيقول لنا إيه؟ إذا التقى متشابهان الهمزة وما بعدها فيصح كتابة الهمزة على إيه؟ على السطر. خلاص؟ يبقى لما أجي أقول لك لازم نغير همزة على الواو، ليه؟ علشان الهمزة على واو لها متشابه تاني اللي هي المد بإيه؟ بالواو. يبقى نكتبها إزاي؟ رؤوف رؤوم، رؤوف رؤوم، رؤوف رؤوم، تمام يا حبايبي؟ طيب عندنا واحدة كمان، وإذا أمكن اتصال ما قبلها بما بعدها فتكتب على النبرة. يعني اتصال، يعني هو حرف متصل، يعني حرف طيوب. فاكر لما كنت بتاخد في أولى ابتدائي إن في عندنا حرف طيب بيشبك في اللي بعده، وحرف مغرور أو رفاص أو عضاد بيعمل إيه؟ مش بيسلم على اللي بعده، زي الراء كده ما بيسلمش على اللي بعده. فما ينفعش أعمل الهمزة على نبرة بالشكل ده كده وأقول لك إيه؟ رؤوف، غلط، ولا رؤوم. طيب كؤوس وشؤون، ينفع أوصل الشين بإيه؟ بالحرف اللي بعدها، ولذلك أعملها على نبرة، أعملها على إيه؟ على نبرة. اختصار ده كله إيه؟ الهمزة على واو لو بعدها مد بالواو أعمل إيه؟ أغير شكل الهمزة على واو، أعملها همزة على السطر زي رؤوم ورؤوف. ولكن إذا كان الحرف اللي قبلها يمكن اتصاله بما بعدها بنعمل إيه؟ بنعملها همزة على النبرة، بنعملها همزة على إيه؟ على النبرة. نقطة أخيرة يا حبيبي ونروح للأنشطة. الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي اللي هو في التقاء المتشابهان ده عندنا في مصر فقط، ده عندنا إيه؟ في مصر فقط. أما يعني معظم الدول العربية مثلا في السعودية والكويت والإمارات وغيرها، لا كلهم شغالين على إيه؟ مفيش مشكلة لتوالي المتشابهان، يعني بيكتبوا رؤوف ورؤوم بالشكل ده. أما عندنا في مصر بنكتب إيه؟ رؤوف ورؤوم بالشكل ده، وكؤوس وشؤون بالشكل ده. وطبعا الكلمات دي وما يماثلها نفس إيه؟ الطريقة. ولذلك في النهاية بنقول إيه؟ إن الشكلين صح، رؤوف بالهمزة على الواو أو رؤوف بالهمزة على السطر صح، شؤون الهمزة على الواو أو همزة على نبرة برضو إيه؟ برضو صح. خلاص يا حبايبي انتهينا، يلا نروح للأنشطة. انظر الكلمات الآتية وصنف الهمزة وفق حركتها وحركة الحرف الذي قبلها كما في المثال. الكلمة شؤون، احنا لسه قايلين اهو الكلام ده صح تمام مفيش مشكلة، الحركة حرف الذي قبلها ضمة، حركة الهمزة ضمة، أي الحركتين أقوى؟ الضمة.
الحرف الذي يناسب أقوى الحركتين هو الهمزة على إيه؟ على الواو. يلا كلمة سؤال، سؤال ها الحرف الذي قبل الهمزة إيه؟ الضمة، تمام. طيب والهمزة الفتحة، ومين أقوى الحركات يا حبيبي؟ أقوى الحركات هي الضمة. إذا نكتب الهمزة على الهمزة على إيه؟ على واو، الهمزة على واو، يبقى بالشكل ده كده، تمام. وهنا أيضا عندنا الشكل ده، يؤمن، يؤمن حركة الذي قبل الهمزة الضمة، تمام الضمة. حركة الهمزة السكون، السكون. أي الحركتين أقوى؟ الضمة هي الأقوى. الهمزة تكتب على إيه؟ الهمزة تكتب على الواو، تكتب على إيه؟ الواو، بالشكل ده. دؤوب، دؤوب، الهمزة إيه؟ ما قبلها موجود عليه حركة الفتحة، وحركة الهمزة حركة الهمزة الضمة. أي الحركتين أقوى؟ الضمة. كتبت الهمزة على واو بالشكل ده، تمام يا حبيبي. أدمج الحروف ثم اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مؤشر، مؤشر. يلا الهمزة تكتب على إيه؟ احنا قلنا حدد حركة الهمزة الفتحة، وما قبل الهمزة الضمة. من الأقوى؟ الضمة. والضمة تختار إيه؟ الهمزة على واو. مؤشر فين؟ أهي الهمزة على واو. أحسنتم يا حبيبي. يلا بؤرة، بؤرة. القاعدة بتقول لنا إيه؟ حدد حركة الهمزة، الهمزة سكون وما قبل الهمزة ضمة، ضمة وسكون، الضمة أقوى. تختار مين؟ الشكل على الواو. بؤرة، بؤرة، بؤرة. الشكل الأول همزة على الواو. رقم ثلاثة، تفاؤل. حدد يلا حركة الهمزة الضمة، حركة ما قبل الهمزة الساكن، ها السكون، السكون والضمة من الأقوى؟ الضمة أقوى، يبقى الهمزة على الواو، تمام يا حبايبي. يؤهل، القاعدة بتقول لنا إيه؟ حدد حركة الهمزة وحركة ما قبل الهمزة، أيهما أقوى؟ الضمة أقوى، نختار الهمزة على الواو. أحسنتم يا أبطال. بين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على هذه الصورة في الكلمات الآتية. هنعمل إيه يا حبايبي؟ تحديد حركة الهمزة وتحديد حركة ما قبلها، لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم، الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم، والضمة أقوى من الفتحة. تلاؤم، حركة الهمزة الضمة وما قبلها ساكن، يبقى لأن الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن، والضمة أقوى من السكون. مؤانسة، تحديد حركة الهمزة الفتحة وما قبلها مضموم، يبقى نقول إيه؟ لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم، والضمة أقوى من الفتحة. يؤلم، حدد حركة الهمزة، حركة الهمزة إيه؟ ساكنة وما قبلها مضموم، يبقى نقول إيه؟ لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم، والضمة أقوى من السكون. رؤوس، حدد حركة الهمزة الضمة وقبلها ضمة، لأن الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم، وكلمة رؤوس الشكل الثاني بتاعها ايه؟ رؤوس. ليه غيرنا شكل الهمزة على الواو؟ منعا لالتقاء المتشابهين، تمام يا حبايبي. يلا اخيرا نروح لواجب الحصة. صوب الكلمات الملونة. الجرح يؤلم جدا، العامل يؤسس البناء، وسائل الاتصالات في تطور، مئذنة المسجد ترفع الأذان، الباحث عن المعرفة يسأل ويبحث ويجرب. بنحل الواجب ونصور الواجب ونبعته على جروب التليجرام عرب ودين سنة 5. في النهاية أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم به. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.